وهناك مصدر قال لبوليتيكو من حملة ترامب بأنه من غير المرجح أن يقوم أو يقبل بالمناظرة مع كاميلا هاريس إذا ما كانت هي المرشح البديل للحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي. ولكن بعد هذا جاء ترامب على سوشيال ميديا على ترو سوشيال وقال إذا كنت أقوم بالمظاهرة لا بأس، ولكن بالمناظرة عفوا، ولكن على فوكس وليس على اي بي سي. على كل، هناك كثير من التصريحات التي خرج بها ترامب بعد ما جرى منذ خمس ساعات من الآن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، هذه الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل. يعني نحن أمام فقط 4 أشهر ليلملم الحزب الديمقراطي كل أوراقه ويرى من يمكن أن يكون المرشح البديل عن بايدن. إيجاد المرشح ليس سهلا، تقضي فيه الأحزاب أكثر من سنة وسنة ونصف من ابتداء من الانتخابات التمهيدية التي تجري داخل كل حزب، ليصطفي كل حزب المرشح الأقوى منه ليقدمه إلى الرئاسة. اصطفى بايدن، ولكن بعد المناظرة بايدن بدأ ضعيفا وبدأت الصرخات والمنادات والدعوات من داخل حزبه له بالتنحي، لأنه لابد، يعني بأنه يقولون بأنه أضعف من أن يستطيع أن ينتصر على ترامب على الأقل كهذه إحصاءات والاستطلاعات التي وضعت أمامه، والتي تقول التسريبات بأن بايدن قد اطلع على هذه الاستطلاعات ورأى كيف تبلي كاميلا هاريس في هذه الاستطلاعات مقارنة بترامب. يعني سأل نفسه هذا السؤال، إذا من سحبت أنا هل ستكون نائبتي كاميلا هاريس التي هي الخيار الأسلس الأسهل الأقل تعقيدا لوجستيا ماليا قانونيا وسياسيا بأن تكون هي البديلة؟ فكانت على ما يبدو أنه جاء جوابه بأنه كاميلا هاريس يمكن أن تبلي بلاء حسنا بوجه ترامب إذا ما ترشحت بدل من ترامب. وهنا جاء هذا الخبر وخرج بايدن على تويتر على إكس وقال إنه يعتقد أن من مصلحة الحزب الديمقراطي والدولة أن يتنحى وأن يركز فقط على أداء واجباته كرئيس للفترة المتبقية من ولايته. وهنا أيضا أضاف بايدن في هذه التغريدة التي أعلن فيها تنحيه أنه سيتحدث إلى الأمريكيين هذا الأسبوع بشأن قرار الانسحاب هذا في السباق في منافسة مرشح جمهوري دونالد ترامب. وبايدن أيضا قال على صفحته في منصة إكس إن كان له عظيم الشرف في حياته أنه خدم كرئيس للأمريكيين. وطبعا جاءت ردود الفعل بسرعة من ترامب، فترامب قال بأنه بايدن كان أسوأ رئيس جاء في التاريخ الأمريكي. وعلى كل الأحوال الكثير من التصريحات التي خرج بها ترامب، ولكن في هذه الأثناء وبينما نرصد ردود الفعل، بينما هنأ وشكر وشعر بالثناء لهذا الموقف الذي قام به بايدن، واعتقدوا تحديدا من الديمقراطيين، طبعا هنا أتحدث، اعتقدوا بأن ما قام به الرئيس في هذه الخطوة هي خطوة في غاية اللا أنانية، وبأنه وضع مصلحة الحزب ووضع مصلحة بلاده قبله وقبل مصلحته وتنحى عن هذا السباق. طبعا هو تنحى فعلا، ولكن إذا ما عدنا قليلا من يوم المناظرة حتى الآن، فإنه يمكن كثيرين أن يخرجوا باستنتاج بأنه أحرج فأخرج، يعني بعد المناظرة بعد أدائه الذي لم يوصف بالجيد بل بالكارثي، بدأت تظهر الدعوات من الحزب الديمقراطي من كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي لبايدن بأنه حان الوقت له لأن يترجل. ظل بايدن مصرا على أنه قادر على أن يكمل هذا السباق، وبأنه من المبكر أن يتم الحكم، وبأن استطلاعات الرأي تقول بأنه هو ما زال له حظوظه كبيرة في السباق بوجه ترامب. ولكن منذ خمس ساعات
خرج بايدن مقتنعا على ما يبدو بعد الكثير من الضغوط، بعد ضغوط تدخلت فيها الطبيعة حتى ربما والقدر، فهذا فيروس كورونا فاجأه في أثناء حملة انتخابية كانت له في لاس فيغاس، اضطر أن يقطعها بشكل مقتضب ويعود إلى منزله في حجر صحي أخرجه من الحملة، أخرجه من السباق، ولكنه يبقى رئيسا للفترة القادمة، وبهذه الأثناء قد أعرب عن دعمه لمرشحته لنائبته لتكون المرشحة البديل للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية. هذا الدعم تلقى بعض الثناءات من كثيرين من الحكام الديمقراطيين طبعا المهمين، وتلقى بعض الانتقادات في محاولة لفتح الباب لمرشحين آخرين. على كل الأحوال في هذه الأثناء قدمت لجنة حملة بايدن للرئاسة رسميا أوراقا إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية لإعادة تسمية نفسها من حملة بايدن للرئاسة إلى حملة هاريس للرئاسة. وتناقلت وسائل إعلام أمريكية هذه الصورة التي ترونها على الشاشة، وهذه استمارة طلب تغيير اسم الحملة من بايدن للرئاسة إلى هاريس للرئاسة، في وقت كشفت فيه أن بعض الديمقراطيين عارضوا هذه الخطوة وطالبوا بإتمام عملية الترشيح عن الحزب بالطرق الرسمية. وبعد وقت قصير من انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، بدأت حملة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس وحلفائها وأنصارها في إجراء اتصالات لضمان دعم المندوبين لترشيحها قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس المقبل. طبعا عندما نتحدث عن المندوبين نحن نتحدث عن مندوبين الذين أعطوا وعودهم بإعطاء بايدن صوتهم. على كل مرشح يحصل على 3600 تقريبا وربما أكثر، 900 يعني قريب 4000 صوت من المندوبين، هم مندوبون مرشحون أو ممثلين للحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري في حال مرشح الجمهوري، يعطون صوتهم ليأتي المؤتمر العام، مؤتمر الوطني الذي شاهدناه، مؤتمر الوطني للجمهوريين الأسبوع الماضي، وبشكل رسمي يسمي المرشح لهم. سموا الجمهور بالمندوبين، سموا ترامب كما شاهدنا الأسبوع القادم هذا الأسبوع أو هذا الشهر في نهايته في نهاية أغسطس، بالحقيقة في منتصف تماما في 19 كان من المقرر أن يجري نفس السيناريو الذي جرى في المؤتمر الجمهوري، وأن يأتوا ويعطوا أصواتهم لبايدن، ولكن بايدن انسحب والآن هذه كاميلا هاريس. المندوبون هنا سوف يجتمعون حوالي 4000 مندوب ديمقراطي سوف يجتمعون في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس، مندوبين الديمقراطيين لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي، فهل يعطوا أصواتهم التي كانوا قد أعطوها لبايدن لنائبته لكاميلا هاريس؟ هذا هو السؤال. ولدت كاميلا هاريس في عام 1964 بولاية كاليفورنيا. والدها كان أستاذا في الاقتصاد، ووالدتها كانت باحثة في سرطان الثدي وذات تأثير كبير على شخصية هاريس. نالت هاريس درجة البكالوريوس من جامعة هوارد، إحدى جامعات السود التاريخية في واشنطن، كما درست القانون بكاليفورنيا، وبعد التخرج اختارت مهنة المحاماة لتبدأ في مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وتنقلت في الوظائف حتى انتخبت مدعيا عاما لولاية سان فرانسيسكو، ثم مدعيا عاما لولاية كاليفورنيا لفترتين كذلك. انجذبت هاريس إلى السياسة في عام 2016 عندما ترشحت لانتخابات مجلس الشيوخ، وأصبحت ثاني امرأة من أصل إفريقي وأول سيناتور من أصل هندي في تاريخ أمريكا تتولى هذا المنصب. اشتهرت في مجلس الشيوخ بالمعارضة الشديدة للقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب آنذاك، لكن أصبحت تحت الأضواء مع ترشحها للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 2019 قبل أن تنسحب ويختارها بايدن نائبته،
ثم يدعمها لخوض الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب في 2024، لكن طريق هاريس ليس معبدا، فتطاردها إخفاقات سياسية كملف الحدود الجنوبية وأزمة الهجرة التي كلفها بها بايدن في بداية ولايته. غابت أيضا عن التصدي لجهود الجمهوريين لتقييد حق التصويت، إضافة إلى حضورها الباهت على الساحة الدولية. وفي السياسة الخارجية لا تختلف هاريس عن الرئيس بايدن، سواء في الموقف من أوكرانيا وروسيا أو مستقبل حلف الناتو ونظرتها إلى التنافس مع الصين والعلاقة مع ملف إيران النووية. وبالنسبة لترامب فهاريس من كبار منتقديه، من أزمة كورونا إلى العنصرية وصولا للهجرة، وكذلك بحقوق الإجهاض، وهي قضية تلقى صدى لدى الناخبين الأصغر سنا وقاعدة الديمقراطيين من التقدميين. إذا نذهب مباشرة، هذه مديرة مكتب شرق هبة النصر وأيضا مراسلنا عزوز عليلو، أهلا بكما معنا في هذه الليلة الطويلة واليوم الشاق بالنسبة لكم. عزوز، دعني أفهم منك هذا الخبر، بما أنك أمام الكونغرس. هذه شبكة CNN كانت تقول منذ قليل إن السيناتور المستقل جو مانشن يفكر في التسجيل كديمقراطي، هو مستقل ويفكر في التسجيل كديمقراطي وترشح للانتخابات، يعني ينافس هيلاري كلينتون أو على بطاقة الحزب الديمقراطي، كاميلا هاريس عفوا. اشرح لي أكثر لو سمحت، ماذا يعني هذا؟ نعم، هذا يعني شيء الكثير، لأنه جو مانشن منذ أن أعلن انشقاقه من الحزب الديمقراطي في وقت سابق من هذا العام، الكل كان يتوقع أو يترقب مسألة مستقبله السياسي. الآن يبدو أنه يفكر في الأمر لإشارة فقط. فجو مانشن فقط صباح اليوم كان يجري حوارات على وسائل الإعلام الأمريكية، وكان آخر من دعا علانية لجو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي، ودعا بالضرورة إلى إقامة مؤتمر حزبيين مفتوح لاختيار المرشح الجديد للحزب الديمقراطي. الآن هذه الدعوات التي جاءت الآن، أو هذا الخبر الذي جاء الآن، أوردته في الأول شبكة CBS الأمريكية. هذه الشبكة قالت بأنه هذا الأمر جاء، يعني تواصل عدد من المانحين الديمقراطيين الكبار المتبرعين، تواصلوا معه ويحاولون الضغط أو يحاولون دعوته للترشح باسم الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات. الآن هي مسألة فقط تقنية، يجب أن يعيد تسجيل نفسه كحزب كمرشح كعضو في الحزب الديمقراطي، وبعدها يمكنه أن يبدأ نفس المسار الذي يخوضه مختلف الأعضاء الحاليين الذين يقولون أنه ربما سوف يترشحون للرئاسة في لنيل ترشيح الحزب في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي. هذا الأمر يعني أنه عليه أن يجمع عدد من توقيعات من المندوبين، تقريبا 300 توقيع، على أن لا يكون أكثر من 50 مندوبا موقعا من نفس الولاية. الآن فيها يعني بالإضافة إلى هذا الخبر الذي ورد الآن، والذي يؤكد ما ذكرته الزميلة هبة قبل قليل في المداخلة السابقة حين قالت بأنه من الممكن أن تظهر أسماء أخرى في يعني هذا السباق الرئاسي، وأن الأمور لم تحسم بعد إلى حد الآن. الآن ماذا يجري على الصعيد الآخر؟ البيت الأبيض أكد بأنه بايدن يجري حتى الآن اتصالات مع عدد من حكام الولايات وأعضاء الكونغرس هنا. بالإضافة إلى ذلك، كمالا هاريس بدورها تجري اتصالات مع حكام الولايات ومع أعضاء الكونغرس، كان آخرهم تقريبا حسب ما جاء في وسائل الإعلام زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز. فهو هذه الاتصالات لم تظهر إلى العلن حتى الآن، لا توجد تفاصيل كثيرة، ولكن كان هناك بيان مهم جدا صدر من أحد الناس الذين كانوا يرتقبوا أن يكونوا من المرشحين لمنافسة كمالا هاريس في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي. الأمر يتعلق بحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو أعلن، أصدر بيانا، شابيرو أصدر بيانا قال فيه بأنه يعلن دعمه لكمالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي، ولكن في آخر البيان أكد بأنه تلقى اتصالا من بايدن وكذلك تلقى اتصالا من كمالا هاريس قبل القيام بهذا الإعلان. مباشرة في التغريدة التي نشرت على تويتر، أو البيان الذي نشره على تويتر، لو دخلت إلى التعليقات سوف تلاحظين بأنه هناك مجموعة كبيرة من التعليقات التي تقول شابيرو فور فايس بريزيدنت، أو أنه شابيرو
لمنصب نائب الرئيس بتشارك مع كامالا هاريس. الآن نفس النبأ تقريبا جاء في سي بي اس قبل قليل، بحيث قالت إن هناك أصوات ديمقراطية تدعو لكي يكون جو شابيرو هو المرشح لمنصب نائب الرئيس مع كامالا هاريس. طيب، هذه نقطة جديدة توضع على الطاولة للبحث. يا هبة، عندما نقول أنه يعني بغض النظر عن حاكم ولاية بنسلفانيا عن شابيرو، وهذه الفكرة مهمة سوف نفحصها أكثر، الذي تحدث بها عزوز بأنه يمكن أن يكون هو نائب الرئيس في الترشيح، يعني عندما نقول حاكم ولاية كذا وحاكم ولاية كذا أعلنوا عن تأييدهم لهاريس، وأيضا عندما نقول جمعية اللجان الديمقراطية للولايات، هذه جاءت على أكسيوس، يقولون جمعية اللجان الديمقراطية للولايات صوتت لتأييد كاميلا هاريس مرشحة الحزب الرئاسي لسباق الرئاسي. لماذا هذا مهم؟ ماذا يعني أن حاكم ولاية؟ هل يعني أن مندوبين الولاية يعطوا صوتهم لهاريس؟ وعندما نقول هذه اللجان جمعية، هل نحن نتكلم عن أعداد كبيرة هنا كولكتيف من المندوبين؟ أولا سؤالك عن جوش شابيرو، هو بالدرجة الأولى لا يمكن، يعني بالطبع عندما نتحدث داخل الحزب سيكون هناك حوارات في كل ولاية، وبالطبع الحاكم، للتذكير كيف تحكم الولايات المتحدة زينة، الرئيس يحكم فيدراليا، والحاكم الولاية داخل ولايته هو أهم من الرئيس. يعني مثلا لا يمكن للرئيس فرض تحرك الحرس الوطني داخل ولاية ما لم يوافق الحاكم. بالطبع، لكن إعلان دعم جو شابيرو فقط هو ليقطع الطريق على الأصوات التي بدأت تقول إنه يمكن أن يكون بديل عن كامالا هاريس. بالنسبة للنقطة التي تثار عن إمكانية أن يكون هو نائب الرئيس، لا أعرف الأمور كيف ستتشكل، لكن أود أن أشير إلى نقطة فقط لنضع الحقائق كما هي. هذا رجل يهودي وليس مسيحي، يمكن اختياره، لكن مجددا الطبقة التي يجب أن تحكيها حملة الديمقراطيين هي عليها أن تمكنها استراتيجيا من مخاطبة المترددين ومن يخاطبهم ترامب، وهم الطبقة العاملة وبالدرجة الأولى مسيحيون. يعني صورة جو بايدن التي كان يمثلها، كل أحد في ديلاوير يذهب إلى الكنيسة ويخاطب الناس ويتحدث أنا من هذه الولاية، من الكيتشن تيبل هناك أحاديثنا كانت تدور، وأنت بحاجة لهذه الشخصية. المزيج الذي كان بين كامالا هاريس وجو بايدن هم بحاجة لتكراره لمخاطبة فئة من الناس. لا يمكن يكون جون شابيرو، أنا لا أقول أنه لا يمكن، لكن هذا نقطة لجان العمل. تفضلي. طيب، لا لجان العمل بعدين برجع بسألك عن هاي النقطة، تفضلي هبة. النقطة الأساسية، أيضا أود أن أشير إلى شيء هام قبل لجان العمل. لماذا لجان العمل تعتبر يعني دورها مهم؟ الباك والسوبر باك، لكن لا يوجد حتى الآن قرار نهائي. عندما نتحدث عن بعض المتبرعين تواصلوا مع جو مانشن لدفعه إلى الترشح، وهو يفكر بإمكانية تسجيله كديمقراطي كما قال عزوز، ذكرت الخبر CNN فقط لنعطيهم الكريدت، لكن في كامالا هاريس لم تربح أي انتخابات تمهيدية عندما كانت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وأنت عندما تريدين أن تدفع المال تدفعينه، أنت عندما تريد أن تستثمري في البنك أو في أي شيء تريدين الرد، يعني تريدين أن تعرفي أنك تستثمري في المكان الصح، حصان الرابح. لا أقول أنها لن تربح، لكن التفكير، ما يجعل هذا التفكير مشروع في هذه اللحظة هي النظر في أصوات حققت شيئا. جو مانشن في ولايته قوي، لكن بالطبع هو كونتروفيرشل، هو جدلي للحزب الديمقراطي. يعني صحيح تقنيا يمكنه القيام بكل ذلك، لكن نتحدث عن الدعم المعنوي، أنت تركت الحزب والآن تعود. بالمناسبة بيرني ساندرز نفس الشيء، لكن
من يعني هل سيتبناه باراك أوباما؟ هل سيتبناه آل كلينتون؟ هل سيتبناه الأمريكيون من أصول أفريقية؟ وبالتالي بعد الصورة النهائية لم تتشكل. كل ما يطرحه ذلك عليك زينة هو أن الموضوع متشابك. سوبر لجان العمل هي سوبر باك، هم المتبرعون، هم المتبرعون. لكن بعد أيضا من هم هؤلاء اللجان؟ هل هي كبار المتبرعين؟ يعني علينا أن نرى وننتظر في تفاصيل من قبل الحكم. من هي تلك الأسماء؟ أيوة. طيب الآن أيضا حاكم ولاية التشكل. طبعا ولكن ونحن نفهم هذه التفاصيل، يعني هذا يساعدنا جدا هبة أن نحكم أكثر، نفهم أكثر، نقترب أكثر من طبيعة صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هدف الأساسي من سباق القمة ومن هذه التغطية وغيرها. الآن أيضا حاكم ولاية نورث كارولينا على ما يبدو أيضا أعلن تأييده لترشيح كامالا هاريس. طيب أشكركم الآن، أعتقد أن ربما نعود لكم، ولكن شكرا لك. هذه هبة نصر حدثتنا من أمام البيت الأبيض. عزوز شكرا لك من أمام الكونغرس، كل الشكر. خلال مقابلة على قناة ABC أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى الشكوك حول قدرة نائبة الرئيس كامالا هاريس على البقاء كمرشحة ديمقراطية لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا جونسون جمهوري. They don't know what to do and they don't have a viable plan B. Many of them don't believe that Kamala Harris is a viable candidate at the top either, and they're running out of time. If Kamala is the nominee, so be it. She is the co-author and the co-owner of the policies of the Biden administration, and she owns all these policy failures herself. So we look forward to a vigorous debate about those policies and about the two competing visions for America, and I think the American people will side with the Republican. لنذهب مباشرة نتحدث أكثر عن كيف تتشكل الصورة. هذا من كاليفورنيا دكتور إياد عفالقة، عضو اللجنة التنفيذية السابق للحزب الديمقراطي الأمريكي في ولاية كاليفورنيا. أهلا وسهلا بك دكتور عفالقة. دكتور عفالقة، ما في شك اليوم أن الكل يتابع هذه التشكل، هذه الصورة، خروج بايدن ودعمه لهاريس، من يدعم هاريس، من يقترح أشياء جديدة. حاول معي لو سمحت أن يعني إذا صح التعبير أن نختار من كل هذه التحركات وردود الفعل، ما هي ردود الفعل، العوامل أو النقاط التي فعلا سوف يكون لها تأثير في صياغة الصورة المقبلة؟ نعم، مساء الخير لك أستاذة زينة والجمهورك الكرام، وشكرا على الاستضافة. كما تعلمين يعني كل الأمور تمشي بشكل سريع، وقد تتساءلين من التقارير التي جاءت من مراسليك في البيت الأبيض ومن أمام الكونغرس أن كامالا هاريس بدأت التحركات وبالاتصال بحكام الولايات، وكما ترين يعني قامت بالاتصال من أول الحكام الذين قامت بالاتصال بهم هو جوش شابيرو، لأن كان هناك كلام كثير أنه سيكون من بين المرشحين للرئاسة، وعندما يقوم الرئيس بايدن وتقوم نائبة الرئيس هاريس بالاتصال به، فمعنى ذلك أن هناك مشاورات وهناك زي ما تقولي مناقشات ومفاوضات لكي يعدلوا جوش شابيرو عن أن يكون في السباق للبيت الأبيض، وقد تكون هناك وعود بأن يكون هو نائب الرئيسة. ولكن النقطة التي يجب علينا أن نحسمها كيف تم اختيار هاريس من قبل الرئيس بايدن، فهي الأنسب وليست الأفضل. هي الأنسب وليست الأفضل، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول الجاهزية، الأمر الثاني وهو للأسف أن الأموال تلعب دور كبير في السياسة الأمريكية،
والثاني هي عندها بعض الحضور، وهذه من الأمور المهمة في أي شخص يريد أن يترشح لأي منصب، كرئيس، كسيناتور، كعضو في الكونغرس. أكيد أكيد. فينا نشرح شوي بسرعة ولكن مع بعض يعني الشرح لحتى نفهم أكثر، عندما تقول الجاهزية، عندما تقول الأموال، وعندما تقول بعض الحضور، ويمكن يعني خلينا نحط خطين تحت بعض الحضور لكاميلا هاريس بالحقيقة، شرح لي أكثر عن هذه العوامل. نعم، أنا إنسان واقعي، وبحكم أني في الحزب هذا لا يعني أن لا أقول الحقيقة. من ناحية الجاهزية، كونها كنائبة الرئيس كانت تكون في الغرفة التي يعني تقرر فيها الأمور، فهذا يعطيها الخبرة الكبيرة على غيرها من المنافسين. من ناحية الأموال، كما تفضلت المراسلة هبة، هو أن هناك عندنا الممولين لهذه الانتخابات، ولهم دور كبير في جمع الأموال وتمويل الحملات الانتخابية. وسيكون عند حملة جو بايدن، كما تعلمين أو كما سمعتي، أنهم الآن ينقلون الاسم الحملة من بايدن إلى حملة هاريس، فهذا من العوامل الرئيسية. ولكن إذا يعني أنت لاحظت أن عندي تحفظ على الحضور، قلت بعض الحضور، لأن صحيح. ليس هناك النضوج الذي أنظر إليه كخبير في السياسة الأمريكية، ليس عندها النضوج التام، ليس عندها الجدية في بعض المواقف عندما تكون على التلفاز، فهذا شيء من الأمور التي ينظر إليها الناخب الأمريكي. ورأينا ذلك يتمثل كيف ينظر الناخب الأمريكي لترامب، فهو دائما يتكلم للناس بمستوى يعني صف خامس، دائما عنده كل الأشياء تنمر وهزل. وهذه من الأمور، يعني أنت أو أنت ستكونين رئيسة أكبر دولة في العالم، فهناك يعني بعض المسؤولية في هذا الأمر. طيب دكتور إياد، اسمح لي هنا أسألك سؤال لو سمحت لي. كثيرون يقولون إن الاعتراض على الرئيس بايدن ليس فقط بسبب كبر سنه، وإنما هل فعلا اليوم إن كان الجمهور الديمقراطي، يعني حتى قبل المناظرة كان نسبة القبول أو نسبة الموافقة إن كان على ترامب أو على بايدن كانت جدا قليلة، بمعنى أن الجمهور اليوم كان ديمقراطي أو جمهوري أو المترددين في الولايات المتأرجحة وغيرها يريدون توجه جديد؟ يعني لماذا كثيرون يسألوا لماذا لا يغتنم اليوم الحزب الديمقراطي هذه الفرصة، صحيح الوقت هذه العوامل الصعبة، يغتنموا الفرصة ليفتحوا دربا جديدا، طريقة جديدة، مرشح جديد، سياسة جديدة. آخر شيء يعني هي كاميلا هاريس هي امتداد لسياسات بايدن، فيها بعض الأشياء الإيجابية زيادة، يعني بما أنها من أصول أفريقية من المجتمع الأسود، أيضا أصول أسيوية بما أنه لديها يعني أصول هندية، هي امرأة. فهل تعتقد اليوم أنه حان الوقت، هل يمكن للحزب الديمقراطي أن يفتح هذا المجال؟ هل تعتقد أن الأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، مستعدة للسيدة الرئيسة، لامرأة تكون في البيت الأبيض؟ هذا سؤال أساسي سئل أيام هيلاري كلينتون إذا كنت تتذكر. نعم، هذه ثلاثة أسئلة، وسأستخدم يعني ذاكرتي في هذا الأمر. أنا بساعدك، معلش تفضل. نعم، الأمر الأول اللي أنت سألتي عنه، أنه استمرارية السياسة، هل يمكن استمرارية السياسة؟ ليس لدينا الحكمة للأسف في الحزب الديمقراطي لأن نكون حاضرين لهذه اللحظة، فكان هناك الكثير من النخبة يحاولون إسكات أصوات كصوتي على مدى الخمسة الشهور الماضية. فمن الأمور التي
جلبتها للطاولة أن ترامب لن يذهب إلى السجن، ويجب علينا كديمقراطيين أن نكون مستعدين لهذه اللحظة. وكما يعني توقعت، لم يذهب إلى السجن، كان ضده 34 جريمة تم عدم عقابه على ما شجعه من الانقلاب على الكونغرس في 6 يناير 2021. شو الحسابات الخاطئة الأخرى دكتور برأيك التي قام نعم بها هذه من الحزب الحسابات الديمقراطي، غير نعم فكرة أن الملاحقة القضائية إلى أين يمكن أن تصل؟ نعم، ديمقراطيا يعني تاريخيا دائما الرئيس الذي يكون في البيت الأبيض لأي حزب هو يكون المرشح للفترة الثانية، وفي ذلك إخفاق في هذه الفترة، وذلك بحكم العمر لبايدن وانحدار يعني الشعبية له من عدة عوامل. من هذه العوامل التي أثرت في هذا السباق، وقد يختلف معي البعض ولكن هذه حقيقة، هو كيف أنه قام بدعم المجازر التي تحصل في غزة. هناك انقسام كبير في الحزب في هذا المجال. من المسائل الأخرى، كيف قام بالتعامل مع القضايا على الساحة المحلية عندما قام بإعطاء كاميلا هاريس ملف الهجرة ولم تأخذه بأي جدية. فكل هذه الأمور لها توابع ولها ملاحقات. الآن من ناحية ماذا علينا أن نقوم به الآن، قلت هذا عدة مرات يعني على مدى الخمسة شهور الماضية، وهو أن الحزب الديمقراطي والقادة يجب علينا أن تكون عندنا آلية لنكون حاضرين، وليس أن نكون مستعدين، ولكن نكون حاضرين لأوقات كهذه الأوقات، بحيث أن يكون مرشحين آخرين. فهناك يعني قائمة كبيرة من المرشحين، من بين هؤلاء المرشحين طبعا كاميلا هاريس، ولكن هذا لا يعني أن آخرين لا يستطيعون أن يكونوا في السباق. كما تفضل مراسلك يعني لما قال عن منشن أو منشن له، ليس له المصداقية في الحزب الديمقراطي للكثير من الأسباب. من ترى يمكن فهو سيساعد ترامب؟ طيب، من برأيك دكتور، اسمح لي الآن ما أنك تتحدث عن ترامب وكاميلا هاريس طبعا، والهدف الأساسي من كل شيء هو من يستطيع ينتصر على ترامب بالنسبة للحزب الديمقراطي. هذا استطلاع رأي واضح بأنه بين هذا، إذا ما وضعنا هاريس بوجه ترامب فإن ترامب هو المتصدر، 51% مقابل 48 لهاريس. وقت الاستطلاع هو من 16 للثامن عشر من هذا الشهر، يعني عم نحكي من 3 أيام تقريبا، 4 أيام. إذن هاريس لن تستطيع أن تتفوق على ترامب، وأعتقد أن هذا الاستطلاع وهذه الأرقام شبيهة بما كان يحصل عليها بايدن، أليس كذلك دكتور إياد؟ هل تعتقد بصراحة أن هاريس قادرة على هزيمة ترامب؟ وهل هناك شخص آخر برأيك من الحزب الديمقراطي، من الأسماء الموجودة الآن، قادر على هذه الهزيمة؟ نعم، من الأمور المشهور بها في الحزب الديمقراطي أني صريح جدا في هذه الأمور، لأنه يجب علينا أن نكون عقلانيين. وكأكاديمي النظرية عندي هو أرني الأرقام، كيف تحكم الأرقام في هذه المعادلة. ولكن في هذه الفترة سألتيني من يكون يعني الشخص الذي يستطيع أن يغلب ترامب بحق، ستكون هي ميشيل أوباما. ولكن ميشيل أوباما لن تقوم بأخذ الضوء من امرأة سوداء أخرى، يعني الوحيدة التي تستطيع أن ترجع البوصلة
وأن تكون عندها الحكمة في القيادة، وأن تكون عندها الحضور القوي والاحترام للناخب الديمقراطي والناخب المستقل. هل تعتقد بأنه كان من الممكن، هل تشم رائحة أو هل ترى بأن هناك محاولة من قبل الرئيس بايدن لقطع طريق على ميشيل أوباما، أم يعني هذه نظرية مؤامرة تعتمد على أن ما حصل أصلا كان بتدبير من الرئيس أوباما من الأساس، يعني إخراج وإحراج ثم إخراج بايدن؟ هذه نظرية مؤامرة وليس لها يعني أساس للصحة لعدة أسباب. السبب الأول، أعرف شخصيا يعني أن ميشيل أوباما قالت للرئيس أوباما لن ترجع إلى السياسة أبدا، يعني كمؤثر في السياسة، وذلك لأن أحست أن الثمانية سنوات التي قضتها في البيت الأبيض أثرت على حالتهم النفسية وعلى أولادهم، فعندها الحكمة الكبيرة. فيعني بشكل أو آخر ميشيل أوباما كانت المرأة الحديدية التي قادت أمريكا لثمانية سنوات، لولا أن وراء أوباما كانت يعني ميشيل لن يستطع ذلك. في كما يعني قلت لك، هناك يعني في احترام للذات، فعندما تقوم يعني عندما تقوم ميشيل أوباما بالتنازل والتقدم للانتخاب ضد كامالا هاريس، سوف ينظر لها يعني بعدم الاحترام للسياسة. نعم. وككونها امرأة سوداء، نعم، تأخذ الضوء من امرأة طيب دكتور سوداء. بنعم أم لا هاريس يمكن أن تقف بوجه ترامب، نعم أم لا؟ لا. طيب سؤال، غير ميشيل أوباما من يمكن أن يقف بوجه ترامب؟ بدي اسم حاكمة ولاية ميشيغان ويتمر، وذلك لعدة أسباب. واحد طيب. من الأسباب كل الانتخابات التي خاضتها كان لها حضور، والناحية الثانية هي متمرسة في مقابلة ترامب. يعني طيب. كان في يمكن نحكي عن الموضوع في مجالات ومناسبات أخرى. أشكرك 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 على صراحتك، وشكرا دكتور إياد عفالقة عضو اللجنة التنفيذية السابق للحزب الديمقراطي الأمريكي في ولاية كاليفورنيا، كل الشكر لك. ومع انسحاب بايدن من السباق وتوالي دعم الديمقراطيين لترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض السباق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع لهاريس وهي تضحك، وذلك بعدما سخر ترامب الأمس من هاريس ووصفها بهاريس الضاحكة. على كل، هذه كانت يعني مقاطع من حملة ترامب، وعلى السوشيال ميديا الشرق لا تتبناها ولكنها حصلت وموجودة. من واشنطن هذا مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية، أهلا بك سيد معلوف معنا. سيد معلوف، أبدأ من حيث انتهيت مع ضيفي، يعتقد بأن كامالا هاريس لا يمكن أن تهزم ترامب، وهي هدف يعني أيضا كما كان بايدن هي هدف سهل ربما بالنسبة لهم، هل توافق هذا الرأي؟ وكيف تقرأ ما يجري الآن؟ هل هو يعني جميل جدا، هذه الديمقراطية، هكذا تجري الأمور، هكذا الحزب الديمقراطي عظيم يتحرك بمرونة، الرئيس بايدن بلحظة تاريخية تخلى عن أنانيته وعن الكرسي وترك المجال لآخرين، أم ترى بأنها فوضى، ارتباك، إفلاس بالقيادات، عدم تنظيم، عدم رؤية مستقبلية وتخطيط؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
صحيح الحزب الديمقراطي وقع في أزمة في الفترة الأخيرة عندما بدأت الأوضاع الصحية والعقلية والذهنية والجسدية للرئيس بايدن تتراجع، وكان ذروتها المناظرة التي حصلت مع الرئيس بايدن في 27 من شهر حزيران الماضي، ولكن الآن الرئيس بايدن اتخذ هذا القرار بالانسحاب. هذا كان أمرا جيدا، خاصة وأننا رأينا كيف أن الكثيرين من الذين كانوا يطالبونه بالانسحاب من كبار شخصيات الحزب من أعضاء في الكونغرس أبدوا ارتياحا وإشادة بالرئيس بايدن على موقفه الوطني الكبير، إذ كان معروفا أنه سيصعب كثيرا كثيرا إن لم نقل سيستحيل عليه الفوز على الرئيس السابق دونالد ترامب. الآن وضع كامالا هاريس، كامالا هاريس علينا أن نتذكر أنها لم تكن الرئيس بل كانت نائبة الرئيس، أي أن بايدن كان هو المسؤول والذي هو كان في الواجهة طيلة هذه السنوات الثلاث والنصف أو تقريبا 4 سنوات الماضية، وهي كانت مثل كأنها في ظله، يعني لم يكن لديها المجال الكافي لإظهار شخصيتها. أمامها الآن حوالي 100 يوم، في حال طبعا تم اختيارها كالمرشحة عن الحزب الديمقراطي، أمامها 100 يوم لكي تظهر شخصيتها الحقيقية الواقعية، إذا كانت شخصية قوية تستطيع أن تقف في وجه دونالد ترامب أم لا. أيضا هناك أمر هام، من ستختار كنائب للرئيسة، هذا أمر هام أيضا. شخصية نائب الرئيس سيكون له دور أيضا في الحملة الانتخابية، لذلك علينا أن ننتظر قبل أن نحكم عليها بالفشل منذ في اللحظة الأولى من اختيارها من قبل الرئيس بايدن. هذا مع العلم أن الرئيس بايدن سيدعمها، هذا مع العلم أيضا أن الكثيرين من شخصيات الحزب الديمقراطي بدأت منذ لحظة اختيارها من قبل الرئيس بايدن بتأييد إعلان تأييدهم لها، وهذه الأعداد تتزايد مع الوقت. سنرى في الأيامين القادمين أو 3 أيام القادمة مدى التأييد لها داخل الحزب الديمقراطي. طيب، وأنت تتكلم سيد مسعود، هذا أيضا حاكم ولاية كاليفورنيا يعلن تأييده لهاريس في الترشح الرئاسي الديمقراطي. طيب، إذا كثيرون، وحضرتك ذكرت فكرة نائب الرئيس، كان طبعا إذا استمعت معنا الضيوف والمراسلين يتحدثون بأنه ربما يكون حاكم ولاية بنسلفانيا نائبا للرئيس، أعتقد يتحدث عن شابيرو، هل تعتقد هذا جوش ممكن؟ يعني لست متأكدا، ولكن إذا شئنا أن ننظر بأن زوج كامالا هاريس يهودي ونائب الرئيس أيضا يهودي، يعني لا أعرف إذا كان يعني المجتمع سيزيد من نسبة التأييد لها أم لا، خاصة وأن في الولايات المتأرجحة رأينا كيف أن العديد من العرب والمسلمين ابتعدوا عن الرئيس بايدن بسبب تأييده التام المطلق لإسرائيل في حربها ضد غزة، والآن يعني أن يكون هؤلاء الشخصان موجودان في البيت الأبيض يعني أمر موضوع يعني للتفكير، يعني لا أستطيع طيب أن أقول أنه طيب سيزيد طيب أو سينقص، ولكن يبدو دعني أسألك نعم. سؤال، كان من ضمن عند يعني تعالت الدعوات للرئيس بايدن بالتنحي، كان أحد الأسباب التي وضعت على الطاولة، خصوصا لما يعني ارتفعت الأصوات من داخل الديمقراطيين، بأن وجوده وأداءه الضعيف يسبب لهم بالخسارة، ليس فقط من ناحية الرئاسة وإنما أيضا في الكونغرس ومجلس النواب اللي هن يعني محافظين على الأغلبية فيه. هل تعتقد اليوم باختصار لو سمحت أن كامالا هاريس ستحل هذه المشكلة حتى لو ما وصلت للرئاسة؟ هل توقف الخسائر أو النزيف في المقاعد في الكونغرس بالنسبة للحزب الديمقراطي؟ يعني لنقل أن هي ستزيد من أصوات الأفارقة الأمريكيين العرق الأسود، يعني سيكونوا مؤيدين لها، هذا أمر هام جدا. الأمر الآن سيكون لها عدة مقابلات تلفزيونية وخطابات وأمور، إذا تمكنت من اتخاذ مواقف
معتدلة أكثر اعتدالا تجاه إسرائيل والفلسطينيين، ربما ستستطيع اجتذاب الأصوات العربية والمسلمة، وذلك سيساعدها بالنسبة إلى الكونغرس ليس فقط بالنسبة إلى الرئاسة. وإن هذا يعني جوابي على السؤال بسرعة. شكرا لك. شكرا سيد مسعود معلوف خبير في الشؤون الأمريكية، حدثنا من واشنطن. وأيضا جاء منذ قليل عن مسؤول في البيت الأبيض يقول سي إن إن، نعود ونقتبس منها، يقول قرار بايدن المفاجئ بالانسحاب من السباق الرئاسي لم تكن له علاقة بأي مشاكل طبية، وقال بأن بايدن لم يخضع لأي فحوصات طبية كبيرة باستثناء الفحوصات اليومية مع طبيبه التي كانت تتعلق في الأيام الأخيرة بمراقبة تشخيصه بكوفيد 19 بينما كان يفكر في مستقبل السياسي، ولم تكن مشاكل طبية في نهاية المطاف مسألة مؤثرة. إذن هذا يعني سبب، يقول بأنه بايدن ليس لديه، هذا البيت الأبيض يتحدث بأن بايدن ليس لديه سبب صحي كبير جعله يقدم على هذه الخطوة وهي الانسحاب، وإنما يعني الموازنات والحسابات السياسية كانت وراء هذا القرار. إذن حسمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنحيه عن خوض الانتخابات الرئاسية. الآن سؤال الكبير على الطاولة، ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد هذا التنحي؟ بدا واضحا دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لنائبته كامالا هاريس من أجل خوض السباق الرئاسي، إلا أن عملية ترشيحها يمكن أن تسير بطريقين. السيناريو الأول وهو الأسهل يكون بالتفاف قادة الحزب الديمقراطي كقوة موحدة حول هاريس، وهذا ما سيمكنها من تولي جهاز حملة بايدن هاريس والوصول إلى أموال تبرعات المانحين المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار حتى 30 من يونيو الماضي. أما السيناريو الثاني فسيكون مربكاً وقد يسبب تصدعات داخل الحزب الديمقراطي، ما قد يؤثر على الانتخابات. ويتمثل هذا السيناريو بترك الباب مفتوحاً أمام لائحة مرشحين بدلاء، بحيث يستمر المندوبون بالتصويت إلى أن يفوز مرشح بالأصوات المطلوبة لانتزاع الترشيح عن الحزب الديمقراطي. لكن بحسب نيويورك تايمز، من المحتمل أن يظهر منافسون لهاريس رغم تبنيها كمرشحة توافقية داخل الحزب، وهنا تتجه الأنظار إلى السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، إضافة لحكام ولايات ميشيغان وكنتاكي وكاليفورنيا وإلينوي وغيرهم من الشخصيات الطامحة بالوصول إلى البيت الأبيض. وحتى 19 من أغسطس على الديمقراطيين تسوية وضعهم من خلال إجراء انتخابات وعقد المؤتمر الوطني للإعلان عن مرشحهم قبل أن يلقي المرشح المعتمد الخطاب النهائي في 22 من أغسطس يعلن فيه خوض غمار السباق الرئاسي مع اختيار نائبه. إذن تتواصل دعوات الدعم لترشح النائبة هاريس بدلا من الرئيس بايدن بعد خروجه من السباق. هذا وزير النقل الأمريكي يعلن دعمه لكاميلا هاريس، ووزير النقل هذا هام لأنه كان أصلا من الأسماء التي ممكن أن تكون في هذا الترشح الديمقراطي بديلا لبايدن، وأصلا هو كان مترشح يعني أحد منافسين بايدن في الترشيحات الرئاسية السابقة قبل أن يكون طبعا بايدن في ولايته هذه. على كل الأحوال، هذا دكتور إحسان الخطيب عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أهلا وسهلا بك دكتور إحسان. من ولاية آيوا السيد نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أهلا بكما. نبدأ مع الحزب الديمقراطي، نفهم اليوم بعض هذه الدعم الذي يلتم إذا صح التعبير وتجمعه السيدة كاميلا هاريس منذ حوالي الساعات بعدما أعلن الرئيس بايدن تنحيه عن أو خروجه من هذا السباق. سيد نعمان، كثيرون يقولون اليوم بأن من سيترشح من الحزب الديمقراطي الآن هو بين قوسين طبعا هو ورقة محروقة، يعني بأنه أضحية
توضع في هذا السباق الذي فيه الكثير من الفوضى، فيه يعني حادثة اغتيال، محاولة اغتيال ترامب التي رفعت كل الاحتمالات له، ومحاولات القضائية التي باءت بالفشل لإيقاف ترامب وغيرها، بمعنى أنه الطريق مسدود اليوم أمام الديمقراطيين، ومن يمكن ترشيحه هو فقط ل يعني إيقاف بعض الخسائر أو نزيف في الحزب الديمقراطي في كراسي نحو الكونغرس. ما رأيك؟ الطريق غير مسدود نهائيا، فإن الرئيس بايدن استطاع التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في الحملة الانتخابية الماضية، وهو كان قادرا على يعني التغلب على رئيس موجود. الرئيس الموجود له أولوية في أمريكا، يعني بشكل عام يعرف السياسة ويتحكم في سياسة البلد ويعطي الأولويات لما يطلبه الشعب الأمريكي، فإن ما يطلبه النساء في أمريكا، ما يطلبه الشباب في أمريكا، ما يطلبه من يعني عدة متطلبات، الحكومة الحالية تعمل لصالح هؤلاء الجميع. وإذا استطاع المرشح للحزب الديمقراطي أن يرجع بنا 4 سنوات إلى الماضي، فإن الحزب الديمقراطي كان في يعني مرتبة أقوى من الحزب الجمهوري. ولكن نحن نتحدث الآن سيد نعمان بعد يعني كل هذه المطبات والعثرات التي كانت في طريق الرئيس بايدن، وهو الآن خارج. الرئيس بايدن ذا بيج ديل كما قال عنه جورج كلوني، ليس موجودا الآن لا في السباق ولا فعليا من حيث قدرته. نعم ليس موجودا، ولكن له أثر كبير، فإن قراره قرار تاريخي بالتنحي، إن هذا يعطي الأولوية لأمريكا وللحزب الديمقراطي، لأن يلعب يعني السباق الديمقراطي بشكل قوي، وهو يعني ركز بشكل واضح أنه يريد كمالا هاريس أن تكون المرشحة القادمة، يعني وهي قادرة على أن تقف الرئيس السابق دونالد ترامب في موقعه، ويعني توقفه عن الكذب وعن المبالغة في عدة شغلات. طيب أذهب إلى دكتور إحسان. ما رأيك دكتور إحسان بما سمعته وما نسمعه وكل هذه التطورات الآن؟ تحياتي أولاً. كان الحزب الديمقراطي في وضع كارثي بكل معنى الكلمة، وسبب ذلك هو الكذب، حبل الكذب قصير، كذب لفترة طويلة. وضع بايدن وضعه جسدي ذهني وضعه سيء منذ فترة طويلة جداً، وهم يكذب، البيت الأبيض يكذب، الحزب الديمقراطي يكذب، ويدعوا أنه هذه دعاية جمهورية. واليوم يعني بعد المناظرة تبين حجم المأساة، الكارثة. وهم يعني حتى رغم ذلك بعد الكارثة في المناظرة حاولوا يعني الإبقاء على بايدن، ولكن صار هناك تمرد من القاعدة الديمقراطية، نسبة كبيرة لا تريده، كان 20% لا تريد أن يكون هو المرشح، أصبحت 60% تقريبا أو أكثر. وبعدها جاء التمرد من المتبرعين، قالوا لا مال الحزب إذا لم يتنحى بايدن، فاضطروا إلى ذلك لما توضحت الأمور أنه المال السياسي هو عصب الحياة السياسية، يعني المال يعادل في الانتخابات. فعندها وكان هناك إضافة إلى العام الآخر بسرعة، هو أنه خوف إذا خسر بايدن وكان منتشر الخسارة أن يؤثر على المقاعد البقية ويؤدي إلى خسارة كبيرة في مجلس الشيوخ أيضا. طيب الآن هيلاري كاميلا هاريس، هل تكون المنقذ أم الأضحية أو الورقة المحروقة في الوقت الضائع؟ أنا أعتقد يعني أي شخص غير بايدن أفضل بكثير الحزب الديمقراطي، لأنه هناك انقسام بالحزب الديمقراطي، هناك تمرد من المتبرعين، يعني لم يكونوا في وضع مثالي، هم أفضل، يعني هم في حفرة، واليوم الخطوة الأولى للخروج من الحفرة هو تنحي بايدن. الآن ماذا تفعل كامالا هاريس؟ مشكلة كامالا هاريس يعني كان الحزب الديمقراطي متمسكا ببايدن لسببين. السبب الأول أنه كان هناك غياب الشعبية، هناك كان نسبة كبيرة من الأمريكيين عندها انطباع سيء عن كامالا. طيب إضافة إلى ذلك أنه فتح الباب للمناوشات بين الوسطيين والتقدميين
الحزب الديمقراطي أن حاولوا تفادي ذلك، ولكن طيب. اليوم هنا في طيب يعني صوت قليلا يتقطع، بس أنا بعتقد يعني أنا ومشاهدين فهمنا بالضبط الفكرة. هذا أعود لك سيد نعمان، ما رأيك بما قاله الدكتور إحسان؟ الحزب الديمقراطي شهد تمرد من القاعدة، تمرد من الممولين، وبالتالي اضطر الرئيس بايدن للانسحاب كمرشح. التمرد سببه بأن ما حصل في المناظرة كشف محاولة مطولة من إخفاء الوضع الحقيقي وحالة الرئيس الحقيقية. نعم، الرئيس قد أخفق في المناظرة مع الرئيس ترامب، وكان ذلك واضحا وباعتراف الحزب الديمقراطي، وبدأ الضغوط على الرئيس الحالي بايدن بعد هذه المناظرة من قيادات الحزب الديمقراطي، وازداد الضغط يوما بعد يوم. وأصر الرئيس في الأسبوع الأول والثاني على أنه سيستمر في ترشيح نفسه، ولكنه في الأسبوع الثالث بدأ يستمع إلى هذه ويتساءل إذا ما كانت كامالا هاريس قادرة على القيام بالعمل بالترشيح، فإنه قرر بعد حتى هذا اليوم قرر أن ينتنحها ويسمي طيب. كامالا طيب. هاريس. أنا معي دقيقتين ونصف، أريد منك أستاذ نعمان أن تجيب على هذا السؤال بدقيقة، ونفسه للدكتور إحسان. أبدأ معك سيد نعمان بدقيقة لو سمحت، هل تعتقد بأن البديل أفضل من الأصيل اليوم؟ هل هاريس أفضل من بايدن بمعنى حظوظ الوصول إلى البيت الأبيض بوجه دونالد ترامب؟ نعم، إن يعني نائبة الرئيسة كامالا هاريس من عمرها حوالي 60 عام، وهي يعني شابة مقارنة مع دونالد ترامب، وقادرة أن تواجهه في مناظرة وتفحمه في كمحامية، وقادرة أن تربح في هذه الانتخابات. إن 100 يوم من الحملة وقت طويل جدا وتتغير فيه الكثير، وسأذهب إلى شيكاغو أنا في الشهر القادم لترشيح المرشح الأفضل للحزب الديمقراطي. شكرا لك على التزام الوقت. دكتور إحسان نفس السؤال نفس الوقت لو سمحت في دقيقة، هل بديل نعم يعني أفضل من الأصيل؟ أفضل بكثير كما تفضلتي. لماذا؟ لأن نتيجة الانتخابات تعتمد على شيئين، الشيء الأول هو حماسة الحزب، يعني مناصري الحزب، حماسة الديمقراطيين. أنا أعتقد وجود كمالة سيكون حماسة كبيرة للديمقراطيين، وخاصة عند النساء وعند الأقليات. إضافة إلى ذلك يعني هم يعني إقناع المستقلين، يعني هذا الذي يعملون عليه. ولكن المشكلة كانت كبيرة مع بايدن، انقسام القاعدة الديمقراطية وإحباطها. اليوم هذا الإحباط ذهب، الانقسام يتجه إلى ترتيب الوضع الداخلي، لذلك أعتقد فرصهم أفضل بكثير من لما كان بايدن هو مرشحهم. كل الشكر من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، من ولاية آيوا السيد نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي.